أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، أهلا بكم في عدد جديد من حصتكم الرياضية والكروية فوت بلوس، والتي نتطرق خلال جميع حلقاتها لأبرز مستجدات الكرة الجزائرية وأكيد المستجدات في الآونة الأخيرة. يبقى الميركاتو الصيفي الذي تعنى به جميع الأندية، سواء الأندية الجزائرية أو حتى النوادي الخارجية، وبالتأكيد انتقالات اللاعبين الجزائريين للأندية الجزائرية وكذلك الأندية الخارجية. ولإثراء النقاش أكثر بخصوص هذا الموضوع، أسعد باستضافة اللاعب الجزائري إسلام شحرور، لاعب المنتخب الوطني المحلي سابقا ولاعب نادي الساحل السعودي في هذا الموسم. إسلام شحرور، مساء الخير، شكرا على تلبية الدعوة. مساء الأنوار، شكرا أخي بدر على هذه الاستضافة، ونشكر قناة البلاد على هذه الاستضافة. شكرا إسلام. إذا نبدأ من الأخير، إسلام شحرور، انتقال جديد للنادي السعودي، نادي الساحل السعودي، قادما من الدورية القطري في دورية الدرجة الثانية. نادي سعودي أو نادي الساحل السعودي كذلك يشارك في دورية الدرجة الثانية. وش تقدر تقولنا على هذا الانتقال، وما هي ربما الخطوات اللي خلاتك تتشجع على هذا الانتقال، خاصة وأنك كنت حققت نتائج جيدة مع فريقك السابق نادي المعيدة القطري؟ السلام عليكم. الحمد لله، كما يقول لك واحد كي يخرج من البطولة الجزائرية كي يروح للدوري الخليجي أو يحترف، لازم يفرض نفسه ويكون كجزائري، لازم يقدم مستوى أحسن، لأن لما تمشي للدوري الخليجي تحترف تعتبر لاعب محترف، لازم تقدم مستويات ومجهودات أحسن بكثير. الحمد لله مشيت للدوري السعودي وقدمت موسم لا بأس به مع هذه في موسم 2022 في النادي الخلود السعودي. بعد لما نهيت الموسم فعرضوا علي تجديد الموسم معهم، تجديد العقد. بعد فكرت، لما كلمت وكيلي تكلم معي يقول لي في نادي قطري يصعد الدرجة الأولى هو نادي معيدر. الحمد لله كان العرض تاعهم أحسن، وما يخفالكش في الدوري القطري مو نفس الدوري السعودي، فيه مجهودات أقل. لما مشيت للدوري القطري الحمد لله مع نادي معيدر حققنا الصعود، اللي كان موسم ناجح 100%، وكانت مستويات كما نقولوا قدمتها الحمد لله أحسن موسم عندي، لأن حققت صعود والهدف تاع النادي. الحين في الدوري الخليجي دائما ما عندكش، يعني لازم تجلس دائما. انا لما نكون محترف ابحث عن عقد ممكن موسمين، لكن في الخليج دائما ابحث عن عقد موسم واحد، لان لما كنت في الدوري القطري ما عملت عقد موسمين، عملت عقد واحد كنت قادر. لماذا؟ لان شوف، لما تمشي تخرج البلاد ممكن 5 أشهر ترجع، ممكن ما توفق، ممكن مو زي أنا، مو نفس الشيء. أنا نتكلم شوية لهجة خليجية تعود تالي، مو نفس الشيء لما تكون هنا في الجزائر، ممكن ما تنجح تجلس في الدكة. في الخليج ما يصبر عليك، لما يجي دور المحترفين أنت لاعب محترف تلعب أساسي، لازم يكون عندك مستوى أحسن من المحلي عندهم في السعودي أو قطري، لازم تكون أنت سوبريور، تكون أفضل من زملائك. لما تجي عندك في العقد بند، ما تنجح في الفترة الذهاب يقدر يسرحك. وأنا دائما لما أمشي أحسن لي كل موسم، هم الدور الخليجي يبون يغيرون كل موسم، يجيبوا تجديد. لو تحدثت عن نادي ساحل، ناديك الجديد في الموسم القادم إن شاء الله، ربما ما هو المشروع الذي سيكون لديكم في فريق الساحل السعودي؟ هل تنوون الصعود إلى القسم المحترف أو القسم الأول الموسم القادم، أو ما هو مشروع نادي ساحل على كل؟ أكيد أنا لما كان عندي عروض كتير، كانت في الزل في نادي الأنصار، كان عندي عروض في الدوري نفس الدوري، لكن لما تكلمت مع الوكيل، أنا عندي وكيل سعودي يقول لي هذا الفريق يبي صعود، وما عنده. أنا لما تكون فريق عنده محفزات
يوفر لك كل شيء، مكافآت مو زي الأندية الأخرى، وما يخفالكش لما تكون لاعب دائما تبحث عن الاستقرار وتبحث عن نادي يكون عنده كفاءة مالية كويسة مليحة باش تنجح. أنا لما مشيت المعايدة كان ما عندي مشكل نخمم في المال، دائما نركز على المستوى تاعي باش هالفريق يصعد. أكيد رحنا نعود ونطرقوا لهذه النقطة بعد قليل إن شاء الله، ولكن لو نتحدث على نادي ساحل على بالنا أنه الموسم القادم راح تشاركوا في دوري الدرجة الثانية. الناس لما ربما تسمع دوري الدرجة الثانية تقول أنه المستوى منخفض كثيرا مقارنة بالمستوى البطولة أو حتى البطولة الجزائرية، ولكن أنت اللي لعبت في البطولة الجزائرية، لعبت في نوادي كثيرة، لعبت في نادي بارادو، لعبت في شباب قسنطينة اللي لعبت فيه بعد موسم من تحقيق البقاء، شارك في رابطة الأبطال الإفريقية، وصلت حتى لدور ربع النهائي خسرتها أمام الترجي على ما أظن، الترجي اللي كان بطل هذه النسخة. نعم كذلك شاركت في مع جمعية شلف، ولكن ربما ما الفرق بين مستوى الدرجة الثانية السعودي والمستوى البطولة الجزائرية في دوري الدرجة الأولى؟ والفرق هم في الدوري السعودي والقطري دائماً عندهم تعاقدات مع أجنبيين، عنده في كل موسم 5 لاعبين أجنبيين، وهذو اللاعبين الخمس الأجانب لازم يكون مستوى تاعهم أحسن أحسن من المحليين. أنت في كل بطولة في كل فريق في 5 لاعبين أجانب، يعني المستوى تاع البطولة يرتفع، مو زي هنا احنا عندنا 3 لاعبين محترفين وعندهم سن ما يشرط عليهم سن، يعني فوق 30 سنة. احنا في البطولة الجزائرية فوق كانت 27 سنة والآن مخصصة للاعبين فقط، والآن القانون الجديد راح يكون أقل من 30 سنة ومخصصة لثلاث لاعبين أجانب. والفرق هم يجيبوا لاعبين من البرازيل، يجيبوا من كل أنحاء العالم، ويكون هادو عندهم خبرة من كل بلد. حتى أنه في وقت سابق قوانين الرابطة المحترفة والاتحاد الجزائري لكرة القدم منع نادي نصر حسين داي من استخدام بطل العالم نيكولا نيكا وبطل رابطة الأبطال، لأن السن لا يسمح لأنه أكثر من 27 سنة. وهذا القانون شوية على هذا القانون هو لا مو صالح، هو صالح للاعبين المحليين الجزائريين، لكن كالمحترفين مو صالح المحترف يجي يلعب، لأن البطولة شوف بطولتنا مرتفعت مستوياتها ممكن على هذا الأمر. لو يجيب لاعبين محترفين مستوى عالي زيد ترتفع المستوى البطولة الجزائرية. نعم إسلام شحرور، الآن نتحدث كذلك أو نواصل الحديث كذلك عن مستوى الدوري السعودي في درجة ثانية. على بالنا أنه السعودية في الآونة الأخيرة قامت باستثمارات كثيرة في بطولتها، الآن نشاهد أبرز النجوم العالمية في البطولة السعودية، شفنا كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، بروزوفيتش تم استخدامه لنادي النصر، نشوفه في نادي الأهلي، حتى رياض محرز راح يكون لاعب جديد في الفريق بالإضافة إلى فيرمينيو، وربما سانت ماكسيمان لاعب نيوكاسل، وحتى في نوادي أخرى مثل الهلال والاتحاد مع كريم بنزيما ونغولو كونتي. الآن ربما الأمر هذا بالنسبة لكم أنتم كمحترفين أجانب في الدوري السعودي، الآن هل هذا يقلل من طموحاتكم في المنافسة في دوري الدرجة الأولى، أم أنه رح يشكلكم حافز إضافي، خاصة أنه نشوفه بالنسبة للأجانب أن نشوفه الدوري السعودي يقوم باستخدام أبرز اللاعبين في العالم؟ لا هذا عامل كويس كتير، لأن الحافز هذا لأن هادو اللاعبين الكبار مثلاً هذا لما تلعب كرة يكون عندك شغف، لما تشوف لاعبين كبار في المستوى العالي في الدرجة الأولى مثلاً أنت تفكر أنك تروح تزيد تقدم مستويات أحسن بس تنافسهم تروح تلعب ضدهم، لأن هذه داخلة في شغف تاع كرة القدم. كرة القدم لما تشوف لاعبين كبار يجوا للدوري السعودي هذا يزيد يخليك حافز بس تجي تلعب للدوري السعودي. الآن ربما ماذا سيكون شعور إسلام شحرور في حال أوقعت قرعة الكأس لما لا نادي ساحل السعودي في مواجهة نادي النصر ولاعبه كريستيانو رونالدو؟ شعور هذا لا يصف. أول شيء كمدافع يعني ومهاجم لا فرق كبير، احنا نتكلم على مستوى عالي كتير،
من نتكلم لما فكرتني ولو انك من مناصري برصا ولكن ماذا سيكون شعورك في حال شعوري اكون لاعب مريض هذا الاسبوع ما لعب ما لعب هذا الاسبوع نعم. لا هي تفرح كثير لما تلعب لاعب كبير احسن من ليونيل ميسي وكريستيانو من احسن اللاعبين في العالم هذو اساطير لما تشوفه قدامك خلاص هذا شهر انا في فتره كاس العالم لما كنت في قطر وشفت كل مباراة الأرجنتين لما تشوفوا كيف يلعب تستفاد والله أنا لما شفت فريق الأرجنتين شفتهم كيف يلعب مستوى عالي ما يتكلمون كتير تشوف الكرة تتكلم تشوف مستويات كتير عالية لما تجيك شارف تلعب ضده خلاص تتمنى هذه 90 دقيقة ما تكمل أكيد إسلام شحرور الآن ربما نتكلم قليلا حول مستوى البطولة الجزائرية لماذا في الأونة الأخيرة اللاعبون الجزائريون يهجرون بكثرة نحو الدوريات الخليجية شاهدنا في وقت ما كانت البطولة السعودية تضم على ما أظن 15 لاعبا جزائريا في مختلف الأندية شاهدنا حتى هلال السوداني مصطفى زغبة فاروق شافعي رئيس مبولحي عديد أكيد كثير لاعبين جزائريين قاموا بالهجرة نحو الدوريات الخليجية والسعودية على وجه التحديد في الأونة الأخيرة لماذا في رأيك هذه هي الهجرة الكبيرة للاعبين الجزائريين؟ في عاملين هو ممكن على المستوى المالي ومستوى الضغط أكيد اللاعب الحين لما خصوصا لما يكون فوق 30 سنة ممكن عاش ضغوطات كبيرة يبي يروح يمشي للدوري شوية تكون أقل ضغوطات عليه والمستوى المالي هون في البطولة الجزائرية تشوف في لاعبين كتير يلعبون ممكن 10 أشهر يأخذ ممكن شهرين وباقي الأشهر ما يكون يعني المستوى المالي والمستوى في كل مرة أجور شهرية تتأجل ثم تصبح دين ثم يصبح الفريق مديون وغير صح. قادر على استخدام لاعبين جدد وهذا الأمر اللي ربما ذاته اللي خلى عديد الفرق الكبيرة في الجزائر تسقط إلى درجات السفلى في صورة أهلي البرج اتحاد بالعباس وعديد النوادي الجزائرية فرق كبرى فرق ولايات الآن أصبحت تنافس في دوريات درجات الدنيا صح. في الجزائر هناك فرق النقطة هم في الخليج عندهم مثلا ميزانية النادي عنده ميزانية لما يستقدم لاعبين يمشي بالميزانية هان ما يتعدى مثلا احنا النظام عندنا في الجزائر ممكن يجيب لاعب 300 مليون في الشهر 400 بعدين يعطيه 3 أشهر والميزانية تكون يعطيه راتب أكثر من الميزانية اللي تكون عنده هذا المشكل اللي تقع فيه الأندية ويقعد اللاعب يسال الأجور ويتعطل في الأجور بس في الدور الخليجي لما يعطيك راتب هذا الراتب يدري أنه لما انتهاء الموسم يكمل لك عقدك هذا هو الفرق في الميزانية احنا مثلا نعطيك أندية ممكن هون في الجزائر تصرف 80 مليار أو ما فوق بس في الدوري السعودي ممكن بالدينار الجزائري يعمل بيجي 60 مليار هذا يجيب لاعبين على المستوى هذا الميزانية اللي عنده عندهم كفاءة مالية هذه الكفاءة هم دائما النوادي يعطوهم الاتحادية السعودية الكفاءة المالية هذه الكفاءة المالية لما مثلا يجيب لي أنا لاعب عندك شهرية هذه الشهرية ما تتعدى لو تتعدى هذه ما يقدر يكمل لك الأجور ويحصل أجور عالقة إذا نشوف أنه الفرق بين الدوريات الخليجية والدوري الجزائرية تمثل في التسيير أكيد التسيير هم لما مثلا أنا ألعب في نادي في لجنة استقدامات المدرب يوافق أوكي في 5 من الإدارة يشوف الفيديوهات ويشوف وين فترة الأندية اللي لعبت ويتكلمون ممكن أسبوع هم يحلون لما تعطي الموافقة يرسل لك الوكيل بأنه وافقوا عليك هم تسييرهم مو زي تسييرنا في الجزائر كيف يكون الأمر؟ في الجزائر في ممكن اللاعب يمشي مع المدرب ممكن الرئيس ممكن مو الوكيل يعرف المدرب الوكيل يعرف الرئيس مو ليس هناك لجنة استقدامات هذا هو الفرق عندنا تشوف انه الفرق يكمن فقط في مشكل تسيير احنا عندنا احنا في بطولتنا
كثير لاعبين مواهب كثير عندنا احنا كرتنا احسن بكثير ما تشوف تخرج لاعبين بالبزاف تخرج لاعبين كثير بس مشكلتنا ما عندنا تسيير كويس تسيير تاعنا لو كان جيد احنا نروح مستوياتنا والبطوله تاعنا ترتفع في المستوى تشوف لاعبين مستوى مثلا نعطيك حسين بن عياده دراوي بطولتنا يا اخي افضل الانديه يلعبون مين شوف الدوري المغربي بتشوف ايش الفرق بين احنا اتحاد الجزائر لما لعبوا مع الفاس مع الجيش نفس المستوى نفس والامكانيات النادي المغربي احسن من صراحه لان في المغرب عندهم شوف انه اذا اللاعب الجزائري هو ضحيه اكثر من انه مذنب شوي هو ضحيه شوي لانه الاتهامات تقول دائما انه اللاعب الجزائري دائما الاتهامات تضع في خانه المذنب اتهامات الجمهور اتهامات المسيرين اتهامات لانه اللاعب الجزائري ما عندوش مستوى ما عندوش كفاءه ما عندوش انت راك تقول بلي اللاعب الجزائري هو ضحيه اكثر منه مذنب لانه لو توفر الظروف الملائمه اللاعب الجزائري راح يقدم مستوى اكثر ويرفع به مستوى البطوله أكيد الوطنيه اكيد احنا في المشكل في اللاعب ليش اقول لك ضحيه الاتحاديه الجزائريه هون تتكفل بالمنتخب اكثر حاجه تتكفل بالمنتخب بس هم في الاتحاد القضائي والاتحاد السعودي هم اللي يتكفلون بالانديه والعقدك لما يكون مباشره للاتحاديه مثلا احنا عقدنا اكيد يروح الاتحاديه الجزائري هم اللي يتكفلون لو تكون عندك مشكله ولا تكون عندك مشكل في الاموال ولا هم اللي يستكفلون ما يخلوك اللاعب دائما يكون مركز على عمله واكيد ان اللاعب الجزائري يكون هنا ضحيه وخصوصا في الاراضي احنا لسه ما زال الحين نلعبون بالاراضي الاصطناعيه لا لكن الان في الاونه الاخيره نشاهد ملاعب كثيره سلمت في الجزائر الدولة الجزائرية قامت ببناء عديد الملاعب في أرض الوطن ولكن إلى غاية الآن ربما نفس الملاعب لا نستفيد منها نشاهد مثلا مولودية وهران ما تقدرش تستقبل في ملعب ميلود هاد في اتحاد البوليدة ما يقدرش أو أمل الأربعاء ما يقدرش يستقبل في ملعب مصطفى تشاكر ملعب سيق نادي معسكر ما يقدرش يستقبل في الملعب الجديد لسيق شباب قسنطينة هذا الموسم ما كانش يقدر يستقبل في ملعب شهيد حملاوي هذا مشكل اللاعب أقول أنا أعطيك فكرة أنا لما كنت ألعب في هون في الجزائر في الأراضي الاصطناعية لما مشيت لعبت في الأراضي المحششة طبيعية فرق كبير مستوى لاعبك يتغير لأن في الكرة لما تلعب في العشب الطبيعي تكون أحسن وتتفادى الإصابات تتفادى كل شيء والمستوى تاعك يزيد يرتفع أنا لما مشيت لقيت راحتي لما مشيت للخليج لقيت راحتي أحسن المستوى تاعك يرتفع نعم كنا تحدثنا في نفس هذه النقطة في الكواليس حول أرضية الميدان أعطيتني واحد الأنيكتوت بخصوص أرضية الميدان في السعودية أو قطر على ما أظن في السعودية قلت لي بلي شفت حاجة مش مضاري تشوفها في الجزائر صح. ما هي؟ لما كنت ألعب في النادي الخلود لما جات فترة الشتوية في شهر أول في جونفي غيرونا الملعب مشينا الملعب كان مجهز هذا العشب عشب خصوصا لفترة الشتاء يكون هذا لأنه في نوعين من العشب الطبيعي في خصوص عشب طبيعي مخصص لفترة الصيفية وفي عشب طبيعي مخصص للفترة الشتوية هذه في السعودية هذه اللي شفت هذه الفكرة لأن الملعب صح لما تصب عليه ممكن هذه الألعاب ليش الملاعب حقنا احنا تفسد ممكن هذه يعطوه ملعب خصوصا للفترة الشتوية بس في هذا الملعب الفترة الصيفية يغيروه الفترة الشتوية يكون الملعب متغير كامل هذه الفكرة لما شفتها اندهشت أنا في الجزائر لماذا لا نرى مثل هذه؟ ما أدري إنه في الجزائر في ملاعب مغلقة الحين ملاعب جديدة وتتغلق ما أدري ممكن تروتيا لونتروتيا هذا ممكن الصيانة ما تكون في الـ يعني الشخص اللي يقوم بالصيانة مو كل شيء الكفاءة اللازمة من أجل القيام بصيانة الملاعب الجزائرية صح. اللي هذا ربما نشاهده في كل مرة
شكاوى من عند العديد من المتابعين حول أرضية الميدان صح. في الجزائر في مختلف الملاعب الجزائرية. أكيد صح صح. هذا المشكل هذا ما مو أنا اللاعب في أهل الاختصاص، هذا أهل الاختصاص هم اللي مختصين فيها. ولكن أنت كلاعب راك تقول بلي الأمر هذا يأثر عليكم كلاعبين ويأثر على المستويات اللي تقدروا تقدموها فوق أرضية الميدان. صح، هذا يأثر كثير على المستوى اللاعب والبطولة الجزائرية. نعم، لازم ينظروا في هذا الأمر باش البطولة المستوى تاع اللاعب اللي راهو ضحية يكون أحسن، يقدم مستويات أفضل من المستويات الحين. إن شاء الله إن شاء الله. إسلام شحرور، أكيد سنواصل الحديث حول مسيرتك الشخصية، حول البطولة الوطنية، وكذلك حول البطولة السعودية اللي راك الآن لاعب تنشط في البطولة السعودية كما قلنا في دوري درجة ثانية رفقة نادي الساحل. ولكن إسلام شحرور لا بأس أن نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل ثم نواصل الجزء الثاني لهذه الحصة الرياضية فوت بلس. مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من عدد اليوم لحصتكم الرياضية فوت بلس، والتي كما قلنا نستضيف فيها اللاعب الدولي الجزائري السابق في المنتخب المحلي ولاعب نادي الساحل السعودي إسلام شحرور. إسلام أهلا بك مجددا. الآن نواصل الحديث اللي كنا انطلقنا فيه في الجزء الأول من هذا العدد، نتكلم الآن حول المسيرة الشخصية لك إسلام شحرور الآن وأنت تبلغ من العمر 33 سنة، هل تشوف أنه هذا السن المميز أو ربما السن المثالي للعب كرة القدم من أجل الاحتراف في الدوريات الخليجية، أم أنه هذا الأمر كان في الماضي نشاهد أنه اللاعب بعد سن 30 يطمح لخوض تجربة احترافية؟ أكيد السن لما تكون فوق 30 سنة سن، لأن نشوف في البطولة الخليجية تلعب 30 سنة في البطولة الجزائرية عادي، بس فوق 30 سنة لأن هنا في البطولة الجزائرية لما تتعدى فوق 30 سنة يقولوا لك خلاص يعني كبر في العمر، لما تمشي البطولة الخليجية ما فيش هذا الكلام أنه كبير في العمر. أكيد هم يحتاجون لاعب خبرة ليحققوا الطموحات اللي مسطرين عليها هم. 33 سنة عادي لما تمشي البطولة الخليجية، هي ممكن بعد 35 سنة توقف كرة قدم. إسلام تكلمت حول نقطة مهمة، قلت أنه في الجزائر اللاعب لما يبلغ من العمر 33 سنة يكون في نظر الجمهور الواسع للكرة الجزائرية يكون أنه لاعب منتهي بين قوسين. الأمر هذا ربما اللي شاهدناه في قصة انتقال الدولي الجزائري جمال بالعمري إلى مولودية الجزائر، شاهدنا ترحيب كبير من طرف مناصري مولودية الجزائر باللاعب الدولي السابق اللي يقدر يقدم الإضافة للفريق، ولكن شاهدنا فئة أو شريحة كبيرة أيضا قالت أن اللاعب هو يعتبر لاعب منتهي 33 سنة يأخذ تقاعد في الفريق. انت تكلمت على هذه النقطه، ماذا بيا شرح اكثر في بهذا الخصوص؟ في هذه الامور فيها عواطف في اللاعبين لما يكون، ما نتكلم على المستوى تاع جمال بالعمري لعب في فرق كبير شبيه قبائل وفاق سطيف، لعب مع المنتخب الوطني حقق كاس افريقيا، فيها مستوى في الميدان هو عنده مستويات كبيره، لما يجي البطوله الجزائريه في سن 34 35 يقدر يلعب عادي في هذا، لان اللاعب عندك اسم كبير لما تجي البطوله الجزائريه ما يفرق هذه كبير في العمر، لان لما يجي ويقدم مستويات احسن لان مستواه يكون عالي، كان لعب في المستوى العالي. المشكل في العقليه المناصر الجزائري في امورات تدخل في العواطف، في لما يعطي الفرق 33 سنه يقدر يمد البطوله الجزائريه عادي، بس في عقلية ما تقبل، في نوادي ما يقبل بتجديد شبان يبحث عن لاعبين طموحات. احنا المشكلة عندنا في البطولة الجزائرية عنده التسيير والانتقالات، الانتدابات مو مسيرة، يعني يجيب انتدابات وخلاص، لكن انتداب مثلا كلاعب كجمال بن عمري إضافة للفريق أحسن صفقة لحد الآن في مولودية الجزائر، وهذه العقلية كبير في العمر لما تشوف في الميدان وتشوف في عقلية في لما نكون اللاعب
يكون محترف، يكون ينام في سن في الوقت المحدد، يكون تشوف في الميدان انه يقدم مستويات احسن من لاعب في 22 سنه. هذا لكن انا لماذا طرحت عليك هذا السؤال؟ نشوف انه شريحه كبيره من الجمهور الجزائري صراحه ربما كما قلت انت يتعاملوا بالعاطفه حتى قبل مشاهده مستوى اللاعب، يقول انه اللاعب لما يبلغ من العمر 33 سنه و 34 سنه يعتبر لاعب منتهي. لماذا انت كنت احتكيت بالجمهور الجزائري في ثلاث نوادي جزائريه في المستوى الاول؟ لماذا في رايك هذه النظره؟ والله في الشعب الجزائري في عنده عقليات كثير، كان اللاعب الجزائري الشعب الجزائري كان اللي يبحث عن الشبان، يقول لي ما نضيعوا الشبان، لازم ما يكون عندهم مستقبل، كما يقول لونسو الشبان. وفي في في عقليه يبحث عن لاعب عنده خبره. مولودي الجزائر هذا الموسم ما يلعب كاس افريقيا، ما يلعب، لو يلعب كاس افريقيا كاس الكاف ولا شامبيونز ليج تكون اضافه كثير، وتكون مستويات، ويكون جمال بن عمر يقدم اضافه احسن. الشعب الجزائري متناقض مع نفسه صراحه، ففئه تحب الفئات الشبانيه وفئه تحب الفئه تكون عندها خبره. أكيد. هذا والاختلاف رحمة. الاختلاف رحمة. اختلاف رحمة أكيد. إسلام الآن ربما في سن 33 سنة، الآن كم يبلغ أو شحال مازال لك مدة اللي راي في راسك أنك باش تنهي مسيرتك الكروية؟ هل مازال لك مدة طويلة أم أنك تشوف أنه موعد الاعتزال ربما ما بقالوش بزاف؟ ممكن باقي لي موسمين ولا ثلاثة، أقصى 36 سنة. مع ولدك كملها في الجزائر او في الدوريات الخليجيه ان شاء الله؟ والله ما هذه المكتوب، والله ما ادري. اكيد المكتوب احنا على بنا بلي مكتوب، ولكن في تخمامك هل تشاهد نفسك اسلام شحرور في سن 35 سنه او 36 سنه تلعب في الدوريه الجزائريه ام في الدوريه الخليجيه؟ في ضغوطات، هو لما تكون شوف تكون اقل 30 سنه وتتطلب عليك مجهودات كثير، هنا الضغط مو علاقه، هذا الضغط اللي يعملوا لك الشعب الجزائري. تكون في نادي مثلا داخل في المستطيل الاخضر، يعمل لك هذا السن، انت شوف لما تجيب لاعب حاسبه في المستطيل الاخضر، لما تشوفه اوكي سنه ما يقدر يلعب المستوى تاعه ما يقدرش البطوله الجزائريه، خلاص سرحه. بس لان شوف نتكلم صراحه، 35 سنه و 34 سنه تلعب عادي في البطوله، لان المستوى تاع البطوله الجزائريه انخفض وعامل السن ما يفرقش. لماذا هذا الانخفاض في المستوى؟ ممكن من التكوين، ممكن اللاعبين الشبان اللي راهم صاعدين ما كيف النادي ما يتكفلوش، لان الانديه مثلا عندك اربع انديه خلاص يهتموا بالفئات الشبانيه، وباقي 10 انديه ولا 11 انديه سامحين في الفئات الشبان في التكوين. وهي الصح، كل شيء في الكره باش تكون عندك بطوله قويه لازم يكون عندك تكوين مليح. كي يكون عندك تكوين مليح يطلعوا لك لاعبين في كل فريق، عندك 10 شبان ملاح في كل فريق، هادو اللي يعملوا لك منافسه. في الخليج ما عندهمش تكوين، هم باش عوضوا هذا التكوين يجيبوا لاعبين محترفين، هادو في كل نادي 5-6 محترفين، هذا يقوي البطوله. نعم اسلام، ربما تحدثت على واحد النقطه خليني فقط نسترسل فيها. انت لعبت مثلا في نادي بارادو اللي هو معروف بالتكوين، عنده اكاديميه اللي خرجت عديد اللاعبين الجزائريين ولعبوا معك في صفوف نادي بارادو في الفريق الاول للنادي، ولعبت كذلك في خلينا ناخذ فريق شباب قسنطينه اللي كان يعتبر بطل الدوري الجزائري في ذلك الموسم قبل ما تنتقل له انت مباشره بعد تحقيق اللقب، ولعبت في رابطه الابطال الافريقيه وقلنا انه تاهلت للدور الربع النهائي امام ترجي التونسي. ما الفرق بين التعامل تشوف انت الطريقه المثلى لفريق كره القدم والاعتماد على التكوين فقط بدون الاعتماد على انديه او على عناصر ذات خبره، ام انه تعتمد في فريق من اجل تحقيق الالقاب يجب عليك ان ربما تضع التكوين جانبا وتعتمد على اللاعبين اللي يمتلكون اسم في البطوله الوطنيه؟ شو الفرق؟ شو التكوين؟ تكوين تحطه على وحده
والخبرة لما يكون اللاعب متكون مليح ولما ياخذ منافسات كيف تجيب الخبرة؟ الخبرة لما تنافس تلعب مثلا بارادو، هو ما ينافس قاريا بس هو يخرج لاعبين ممكن في 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 العام من 20 لاعب عنده 5 لاعبين 4 لاعبين مستوياتهم تكون كبيرة. وفي التكوين، التكوين لما تكون النظام اللي تمشي فيه بارادو يكون ممكن 3 لاعبين 4 يرسلهم للخارج لأنه استثمار، نتكلم استثمار. بارادو ما نشوفهم ما ينافسوش قاريا، ما ينافسوش لما كانت عندهم لاعبين كلهم ممتازين. لما كان في 2016 كنا عندنا فريق كويس، بس هذه داخلة في الطموحات. هذا الفريق تاع التكوين كون استقرار وخلاه كرة يحتل المراتب الأولى ويفوز على كل شيء في البطولة الجزائرية. والفرق في الشباب قسنطينة لأن في مشكل أن الشعب لما يجيب لاعبين ما يصبر على الفريق، يبي نتائج إيجابية سريعة في الحين. الموسم هذا الموسم اللي فازت شباب قسنطينة بالبطولة الجزائرية، لما الشعب شغوف لما فاز بالبطولة خلاص طموحات أكيد تكبر، طموحات كبيرة، يفوز بكأس الجزائر في رابط أول مرة، يعني هذه ثاني مرة ممكن يشاركوا، وأول مرة في التاريخ يوصلون إلى الربع النهائي. لما تشوف احنا صح احنا شعب طموح، ما يخيفنا ولا نادي، ولا تجيب أي نادي تلعب عادي. لما كنا نلعب مع الترجي فريق كبير، هي الواقع يقول في الأوراق خلاص ترجي التونسي يفوز، لكن نافسنا وعادي. مشكل استقرار، احنا لو حافظنا على التشكيلة زي ما عملت شباب الوزداد كيف راهم يفوزوا بالبطولات. الفريق اللي كان يلعب السقوط هو نفسه الفريق اللي يزيد إضافات 4 لاعبين 5 ويلعب البطولة، فاز 4 سنوات ويفوز بالبطولة. لو احنا في شباب قسنطينة جلس نفس اللاعبين نكون عندنا فرق قوي ونفسه على البطولات ونروح في رابط أبطال ممكن نمشي للنهائي. تكلمت على شباب قسنطينة بخصوص هذه النقطة بالذات، كان تكلم عليها المدير العام للنادي الرياضي قسنطيني محمد بولحبيب، قال أنه ربما في ذلك الموسم اللي راك تكلم عليه أنت خانت الإدارة، خانتها الخبرة، أنه الفريق اللي حقق اللقب بعد موسم الحق في رابطة الأبطال إلى دور ربع النهائي، ولكن في ذات الموسم اللي الحق فيه في دور ربع النهائي الفريق كان ينافس على البقاء في البطولة وضمن بقاؤه في آخر جولات البطولة. هذا الأمر ربما اللي خلى الإدارة تستعجل تغيير جلد الفريق، وربما كيفاش تشوف اللي أنت كنت لاعب في ذلك الموسم؟ لما كنت لاعب أنا لا، الموسم الأول بعد البطولة لعبوا ما البقاء، الموسم اللي بعده ممكن لعبوا في المباراة الأخيرة البقاء. لا، ما شباب قسنطينة بعد البطولة وتكلم عليها محمد بولحبيب، قال أنه الفريق خانته الخبرة لأنه في نفس الموسم اللي لعب رابطة الأبطال ونافس فيها وذهب بعيدا كان ينافس في البطولة عن ينافس على البقاء. لا، ما كان ينافس على البقاء. هذه النقطة كنا هذاك الموسم كنا عادي، كنا ضامنين البقاء. وفي الموسم اللي بعده ما كان، لا شباب قسنطينة بعد البطولة ما لعبوا على البقاء. ما لا أكيد ضمنوا البقاء حوالي مباراتين أو 3 مباريات قبل نهاية الموسم، حتى في مباراة اللي تكلم عليها مباراة شباب الوزداد اللي كان شبيبة القبائل عفوا اللي كانت لعبت بدون حضور الجمهور، قال في حال كنا خسرنا ذلك اللقاء كان الفريق ربما سيسقط في دوامة السقوط. أكيد المشكل في لما كنت في شباب قسنطينة كانت الإدارة ما تعرف تسير الإدارة. شوف نعطيك مثال، إدارة شركة الآبار، هم شركة مختصة في الطاقة، في الطاقة مو مختصة في كرة القدم. لما يجي ما فيهم ما عندهمش مدير، لما يكون المدير التنفيذي يعني زي المدير العام لما يعطي لهم مشروع اللي يجيب لاعبين، الإدارة تقول ما تجيب لي هذا اللاعبين، في تناقض. هذا المشكل، هذا التناقض اللي خلى الفريق يدخل في دوامة ما يكون الاستقرار فيها وما يحققوا نتائج إيجابية. نعم، إذا نشوف أنه خانتكم الخبرة في ذلك الموسم. خبرة كبيرة، لو جلس نفس اللاعبين اللي قدموا مستويات أحسن في البطولة الجزائرية وفي رابطة الأبطال كان الحين شباب قسنطينة يكون عندها ألقاب. هذا المشكل في التسيير في الإدارة.
أعطنا تفاصيل أكثر. تفاصيل تضرب بصفة عامة تقول أنه الإدارة خانت الخبرة التسييرية، ولكن كانت هذه فترة كورونا لما جال، كان في هذه الفترة رشيد رجراج ونصر الدين مجوج، هاد خلاص لما جلسوا كانوا راح اللاعبين كلهم يجلسون، كان عندهم برنامج أن يجلس جميع اللاعبين يكون نظام مشروع أحسن. لما بعد كورونا لما جرت له حادثة مع لاعب مع حارس نسيت رشيد رجراج، أمضى الحارس الثالث، حصل له مشكلة مع الآبار، لما الآبار خلاص استغنت عن رشيد رجراج، كل يعني لما تستغل على المدير الكرة يروح كل العقلية تتبدل. وجاء شوف لما تشوف جاء مدير عمراني، لما لاعبين انت تشوف العقلية، جاب لاعبين، احنا عمراني لما فاز بالبطولة هو اللي جابنا، بعدين لما جاء تغيرت، انا بالقاسمي بالقدور بالجلالي غيرنا كثير. هذه التغييرات لما تجيب لاعب جديد وتغير، لو احنا جلسنا عرفنا خلاص الامور والولاية كيف تصير الامور وكيف عرفنا، لما المنزل خلاص عرفته المفروض نجلس، كي تجلس الشعب هذا يبحث عن الألقاب، كون جلسنا احنا كون جبنا لهم الألقاب. هذه الإدارة هي الأمورات من فوق اللاعب، هذه مو ما يقدر اللاعب يسويها. أكيد تكلم نفس الفكرة أنه اللاعب كان ضحية في فريق شباب قسنطينة، كذلك أنت كنت مريت ربما بفريق أولمبي شلف، مريت بظروف خاصة في الفريق، هو الفريق الذي يعتبر بمثابة ابن المدرسة مدرسة أولمبي شلف، بعد العودة إليه لماذا لم تستقر في أولمبي؟ والله لما بعد فترة كورونا كانت شوية صعبة، كانت لما رجحت كانت الأمور تشوف كانت صعب تلعب كرة القدم في الولاية اللي تلعب فيها، فيها ضغط خصيص لك لما تكون خلاص اللاعب متعود على الضغوطات، بس في ضغوطات فوق اللازم، هذه ضغوطات يعني بيني وبينك لما تقولوا بالعامية وليد الدار أيوه. وتكون ممكن لما تلعب في أنا والله أنا الحمد لله لما لعبت في شلف شو الأفتخر أنا لعبت في كنت حلمي دائما ألعب فيها، بس كيف النادي المحيط اللي كان فيها ما ساعدنيش أنا كلاعب، لما عشت في باراد وقسنطينة المحيط اللي كان موفر احسن من، وهذا لا يعني ان الحين الاحسن المحيط اللي في الجمعيه شلف الحين الحمد لله هم فازوا بكاس الجمهوريه. انا الفتره اللي كنت فيها كان فتره صعبه، ما وكان كولد الفريق ما تقدر تجلس فيها، من احسن يجي لاعب في مكاني امشي انا، ويجي لاعب في مكاني يقدم مستويات احسن مني. شنو هذول الاسباب؟ اسباب ما علاقاش بكره القدم. ما هي؟ أعطنا تفاصيل. لا كي تكون شوف ممكن أنت لما ما تخرجش عليك أنت وليد البلد، لما تكون تقول الخبزة تخرج على البراني، هذا المستوى. ممكن أنا مناصر لجمعية شلف يبي لاعبين مش من بلد خارج الولاية، وشفت لما يكون لاعبين من خارج الولاية منجحوا كتوفيق عدادي وأمين سويبع منجحوا وفازوا بكأس الجمهورية، أحسن تمشي ويجي لاعب أحسن يقدم مستويات أحسن منك، وهذا الاختلاف جاي في كرة القدم. نعم، الآن ربما نعود في آخر محور في هذا النقاش، نعود كذلك للبطولة السعودية. الآن في القسم الأول عديد لاعبين جزائريين راح يكونوا في البطولة السعودية، عندنا سفيان بن دبكة، عندنا أكيد سيد أحمد عواج اللي يعتبر بمثابة صديق مقرب ليك، عندنا رياض بودبوز، رياض محرز، فاروق شافعي، مصطفى صفبة، عديد اللاعبين. وش تقدر تقولنا على هذه النقطة بدأت اللاعبين الجزائريين اللي رمي ينشطوا في البطولة السعودية؟ والله شرف كبير هذا، لما تشوف تلعب مثلا مباراة ودية ضد ولد بلدك، ولا تشوف فخر لأن تشوف لاعب زي فاروق واللي ذكرت لي أسماءهم، تشوفهم يلعبون في الدوري السعودي ويمثلوا الراية الجزائرية والبلد،
تشوف باللي احنا بلد الكره، احنا عندنا لاعبين كثير، وهذا المستويات اللي نقدموهم هادو تكون لصالح البلد وتكون شيء جميل. ثم تكونوا بمثابة سفراء للجزائر، سفراء رياضيين في الخارج، كيف شاهدوا تعامل المناصرين سواء في الدوري السعودي الآن كما راك تنشط أو كما نشط سابقا في نادي الخلود وحتى في نادي القطري نادي معيدر، كيف تشوف تعامل مشجعي البلد بلد الإقامة اللي تكون تقيم فيه مع اللاعبين الجزائريين بصفة عامة؟ والله تعاملنا يتعاملوا معنا فوق اللازم، يرحبوا بينا كل شيء كل شيء. لما تشوف اسم الجزائر يكون لاعب جزائري، لما تقول لاعب جزائري يحترموك خلاص، لأن المدرسة لأن الجزائر بلد الكرة تخرج لاعبين كتير. والله تشوفهم النادي القطري والسعودي والأنصار القطريين والسعوديين والله يحبونا ودائما يستقبلونا بأحسن استقبال. نعم. إذن إسلام شهرور، كلمة أخيرة وش تقدر تقول؟ رسالة مفتوحة اللي من تحب وتقول فيها وش تحب. والله هادي نقول لكم، أول شيء نشكرك بدرو اللي جبتني استقدمتني هنا، ونشكر قناة البلاد، ونقدم تحياتنا للوالدة والوالد نسلموا عليهم والعائلة تاع مفتاحي وعواج، ونتمنى لك النجاح وإن شاء الله، ونتمنى القناة تاع البلاد مزيد من النجاح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إسلام شحرور، إن شاء الله ما تكونش المرة الأخيرة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نعود نصادفك بعد تحقيق صعود إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أيضا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا العدد من حصتكم الرياضية فوت بلوز. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.